إذا أكبر واحد استفاد من التطبيع خيانة هو قيس سعيد، وبالتطبيع خيانة هذه الكرهبة الإيكونوميك السريعة جدا، واللي تنجم تهز أتفه إنسان في الحياة تنجم يصبح رئيس تونس، لأنه الشعب التونسي حبيب فلسطين وحبيب القدس، كل يصلي وكل ما يصليش، وكل يقرأ وكل ما يقراش، وكل راجل كل امرأة فلسطين في القلب، وعرف المدخل الحقيقي لقلوب التوانسة كالذي تريد أنك تدغدغه فتقول له وتحب تطلب منه طلب تقول له يرحم أمك، لأنك تعرف نقطة ضعف أمه، واللي تحب أحيانا تعرف نقطة ضعف أبوه تقول له يرحم بوك باش تقضي قضية، القضية متاع قيس سعيد الوصول للرئاسة، والأخطر من وراءه هي فلسطين، فتخلينا فلسطين. لكن اليوم التطبيع رياضة وطنية، سبور ناسيونال على نطاق واسع واسع جدا. سي حبيب الكزدغلي الاسم الكبير المحارب لكل نفس متدين في جامعة منوبة، والحرب ذي عندها أصولها الكبيرة. جمال الدين هاني حدثنا برشا في هذا الموضوع ونستفيد منه كثيرا في هذا الموضوع، لكن أعطوني كمقدمة خلينا نشوفوا على الأقل البيانات الصادرة على جامعة منوبة وعلى مجلسها العلمي، هذا البيان الأول اللي خرج واللي في الأخر يتبرأ وعليه فتعلم أن قبول المشارك في ذاك الملتقى ببرنامج المشاركة مسألة شخصية يتحمل مسؤوليتها من يقدم عليها وتعني الجامعة هنا حبيب المزغلي الكزغلي. هذا 11 أفريل، ثم 12 أفريل كذلك بيان ثاني وهذا كان هذا المهم، رفضهم القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومؤسساته الأكاديمية، تأكيدهم على أن كلية الأداب والفنون الإنسانية بمنوبة ومخبر الجهاد في تونس وكذا مقارب لا علاقة لها بهذا الملتقى لا من قريب ولا من بعيد، واستنكارهم إقدام الأستاذ الحبيب كرزدغلي انتحال صفة عميد فخري، وهذه الجملة من رصاص لكلية الأداب والفنون كذا. ثم نذهب إلى الصفحة الأخرى بإيجاز سريعا، ثم بفتح تحقيق في الغرض حشتها مع احتفاظ الكلية بحقها كاملا في تتبع الأستاذ الحبيب الكزدغلي قضائيا يا فضيحتك، قرارهم التراجع عن إسناد الأستاذ حبيب الكزدغلي صفة أستاذ متميز بكلية الأداب، ودعوة جميع المنتسبين للكلية من أساتذة وباحثين شبان إلى عدم التورط في المشاركة في مثل هذه الندوات محليا أو دوليا، وتجديد التأكيد على أن الحرية الأكاديمية مضمونة ومصانة بكلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة. جمال الدين الهاني أعطيني تعليقك الأول بداية على ما أتيت عليه. نعم، هو الحبيب الكزدغلي ليس وحده، هي مجموعة من الجامعيين وليس في جامعة منوبة فقط ولكن في شتى الجامعات التونسية التي تنتحل صفة البحث العلمي في الشأن اليهودي أو بخصوص سوسيولوجيا الجالية اليهودية. سأحاول بسرعة أن أثبت تزييف الوعي عن طريق هذا الانتحال. أولا، هي هذه المشاركة ليست مشاركة في مؤتمر علمي، هي مشاركة تحت راية جمعية نشأت منذ 25 سنة من أجل الاحتفاء بالجالية اليهودية والاحتفاء بالتراث اليهودي، وكأننا إزاء جمعية صيانة التراث اليهودي فقط. إذن هي ليست لقاء علميا، فهي جمعية ليست تاريخية، ليست بمعنى البحث التاريخي للكلمة، ولكن بمعنى الاحتفاء وصيانة المدينة اليهودية، صيانة التراث اليهودي. هي لها منحة مدحي فولكلوري وليست دراسية بحثية معرفية، لأن البحث العلمي يقوم على أدوات ومناهج يمكن أن تبرز مثلا الجوانب السلبية أو الأخطاء في الجالية اليهودية، هذا لا علاقة له بهذه الجمعية. لن تتحدث مثلا على ما قام به نسيم شمام من سرقة مدخرات تونس، لن تتحدث عن أشياء أخرى. ثانيا، الصفة الأولى هي صفة فولكلورية احتفائية تمنعها من أن تقوم بنشاط علمي. الصفة الثانية، هذه الجمعية التي
تعنى اسمها سوسيتي فرانسيز دو ليستوار دو تونس دو تونس او دو تونيزي اذا كان اخطات في في التسميه المعذره. لا الصفه الثانيه نشوفوها بعد شويه تفضلي. الصفه الثانيه هي انها تدرس فقط يعني المؤرخ لا يمكن ان يدرس فقط الجاليه اليهوديه بمعزل عن المجتمع التونسي، بمعزل على السياق التاريخي اللي عاش فيه. اذا هي ليست بحثا تاريخيا في جدليه الجاليه اليهوديه والمجتمع التونسي، وانما هي احتفاء كذلك مره اخرى بالمجتمع التونسي. ثالثا ما يمنع هذه الجمعيه وهذه دور البحث هذه من ان تنخرط في مشروع بحث تاريخي هو انها تدرس مثلا اضافه الجاليه اليهوديه للمجتمع التونسي دون ان تدرس جدليا اضافه المجتمع التونسي للجاليه اليهوديه، وكانها جاليه منبته، وكانها جاليه تضيف فقط ولا تتلقى شيئا، وكانها جاليه معزوله. وهذا ما يراد العكس، يراد العكس منه، معناته نحن نتحدث على جاليه داخل المجتمع التونسي تتاثر وتؤثر. اذا هذه الصفات الثلاث تمنعها من الادعاء العلمي، وتمنع هذه الجمعية من الصفة العلمية. هو إذن مؤتمر غير علمي، هو مؤتمر غير علمي ولا يتمتع بصفات البحث الأكاديمي. فما هي، أنا السؤال اللي نطرحه، ما هي دواعي المشاركة في موعد يعتبر موعد إحياء تراث يعني يهودي تونسي كأننا في ذكرى بدر مثلا ولا في ذكرى الاستقلال أو غيره؟ إذن هو احتفال وليس مؤتمر. هؤلاء ذاهبون للاحتفال. نعم. النقطة البسيطة، كان عندي وقت ولا فضل. النقطة البسيطة وأن هذه المجموعة نفسها لها صفتين، وهذا ما يشوش على مبدأ البحث العلمي. هذه لها صفة علمية، ولكن هي تذهب في بحث غير علمي، احتفالات وكل، ولكن عندها صفة نضالية. إذن الحبيب الكوزدغلي اللي تحدثت عليه، ولكن كذلك خليفة الشاطر وإلا الأرقش وإلا التلاميذ متاعهم لا يقتصروا نشاطهم على البحث العلمي، هم يشاركون عن طريق جمعيات المجتمع المدني وعن طريق جمعية المجتمع المدني الدولي كذلك، مثلا حضور جمعية روزا لوكسمبورغ شوفوه عنده تأثير. واضح الفكرة دي. ما نحبش ندخل برشا في التفاصيل أستاذ جمال، حاب نستفيد منك بالعكس في حاجات أخرى حسب رأيي أنا أهم بكثير للسادة المشاهدين، مع احترامي لما تقول، لكن الوقت هو الذي قالينا. ما الذي يمكن هذا جاوبني عليه بعد جولة مع صابر، وكذلك نحب نقدم هالكولوك بتاع 17 أفريل. ما الذي يمكن أن يوصل حبيب الكوزدغلي في فضاء أكاديمي وثقافي وفي فضاء جامعي، يوصل وعميد شرفي وأستاذ متميز، كيفاش زعما ندس لهذه الدرجة؟ نحب نحكي على الحاضنة وعلى المحيط، ثم بعض التدوينات نشقروها بعد شوية. مهمة جدا، العقل التونسي يسأل سؤالات ساعات، إنسان عادي جدا يكتب تدوينة نحن نستفيد منها وننقلها، ونعتقد بأنها تختزن إجابات قوية وعميقة على السيناريو المحبوك، حتى نرى أشباه الكزغلي هم عمداء على جامعات بحجم تاريخ مندوبة وإقصاء الألوان والأطياف الأخرى الكل. شوف